محمد. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الذي لا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا شيخ الثقلين، يا قطب الربان، يا ضوء الشمدان، يا محي الدين، يا أبا محمد، يا سيد الشهداء القادر الجيلاني. أنت صاحب الإجازة، إزازة محمد، محمد إزازة الله. أنت صاحب الكرامة، كرامة محمد، محمد كرامة الله. أنت صاحب الشفاعة، شفاعة محمد، محمد شفاعة الله. الصلاة والسلام عليك يا شيخ عبد القادر جيلاني. أغثنا 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 شريعا بعزة الله. الصلاة والسلام عليك يا قطب والغوث هذا الزمان. السلام عليكم يا خضير واليمن ملكا عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم يا صاحب الولاية. وفي هذا المقام السلام عليكم يا صاحب هذا القبور. أنتم في مقام آمنين وحبيب رب العالمين. السلام عليكم يا رجال الغيب. السلام عليكم يا أيها الأرواح المقدسة، يا نقبا، يا نجبا، يا رقبا، يا بدلا، يا أوتاد الأرض، يا أوتاد أربعة، يا إمامان، يا قطب، يا فرد، يا أمناء. أغيثنا بغوثة، وانظرنا بنظرة، وارحمونا، وحصلوا مقاصدنا، وقوموا على قضاء حوائجنا عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سلمكم الله تعالى في الدنيا والآخرة. اللهم صل على الخضر، اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا صرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وجميع ملائكة الله المقربين وجميع الأنبياء والمرسلين. صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وإن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، ويرحم الله منا متقدمين ومنا متأخرين، بعزة الله وبكرامات الله وبرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكرامة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ولي الله والإجابة المسؤول، ولقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة، ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما وصلتنا الصالحين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته الكرام، سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وجميع التابعين
واسبع التابعين بإحسان الى يوم الدين. شهود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء وأولي العزم من الرسل جميع ملائكة الله المقربين وجميع ملائكة الحفظة وجميع ملائكة النور الرحمية وجميع رجال الله الغائبين وإلى رئيسهم وإلى حضرة نبينا الخضير أبي العباس بن مالك عليه الصلاة والسلام. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الأول سيد سباب أهل الجنة سيد الخير البرية سيد حسن بن علي وأخيه شهيد سيدنا حسين بن علي ووالديهما سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول رضي الله تعالى عنهم. شهود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الزمان وعوانه وسير الأولياء الله تعالى وحلت أرواحهم خصوصا إلى روح سلطان الأولياء وقدوة الأصفياء قطب الرباني والغوث الصمداني وعز الأصحاب سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمسنا على السنة والجماعة وشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهذه وصراطه وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأسبعه الغر المحجلين وأسياعه السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين من سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا لأرواح أولياء الله تعالى في العرب والعجم وجميع العلماء والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والمصنفين وحملة القرآن العظيم والأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين وجميع الصوفية المحققين أينما كانوا حلت أرواحهم خصوصا جميع عباد الله ورجال الله صاحب الولاية وفي هذا المقام وجميع الصالحين من العلماء والأولياء الذي بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا وجميع سنن ولسان أجمعين وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وأهل بيتهم وتلاميذهم وأهل سلسلتهم إلى منتهى بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بكرامتهم. شهود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ ومشايخنا ومشايخ خصوصا لأرواح الجميع المشايخنا مؤسس جمعية نهضة العلماء وأعوانهم وجميع المشايخنا أهل سلسلة القرآن إلى منتهى خصوصا إلى روي الشيخ منور الكافي بشار واني أمين تليه الشيخ حبيب بن محمد بن شمع الزكري وجميع المشايخنا مؤسس مهترما خصوصا إلى روي الشيخ عبد المنان والشيخ عبد الله والشيخ محفوظ والشيخ دميتي والشيخ عبد الرزاق والشيخ دميتي والشيخ وثم إلى أرواح مشايخنا معشر أهل بيت الأرقام أمام كهدي محمد فقيه وزوجته وخصوصا إلى روح أمام كهدي عبيد الله وزوجته ثم إلى كهدي صفوان وزوجته ثم إلى كهدي علي إمران ثم إلى كهدي عبد الحكيم وزوجته
سليمان معروف الزوج أبي علامة وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وثم خصوص أمير الشيخ وأستاذي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وخصوصا لجواهر ومعاني شامله ولمن اوصانا وعلمنا واجازنا الى منتهى. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم واقربهم في مقعد الصدق برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم واقربهم بقوانك الكريم وقد الصدق برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم واكرمهم في مقعد الصدق برحمتك يا ارحم الراحمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ثم خصوصا لروح صاحب هذا القبور أوصله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ومن قفها إلى قف لدن آدم إلى يوم القيامة. خصوصا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأستاذنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا وأقاربنا ولمن أحسن علينا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيرة. اللهم نور قبورهم كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور خصوصا من أهل لا إله إلا الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سر أسرار الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ووضعنا أنت وزرك الذي أنقر ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى وين تقربا الى الله افضل ذكر فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله 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 اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما واكرمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي
ولوالدي وارحمهما واكرمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما واكرمهما كما ربياني صغيرا. وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا بكرامة قطب الأقطاب أولياء الله تعالى سيد شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله روحه العزيز. اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا بكرامة قطب الأقطاب أولياء الله تعالى سيد شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله روحه العزيز. يا سيدي عبد القادر يا جيلاني أغثنا 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 أغثنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صاحب رضي الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين وعلى التسليم حمد النعيم الحمد لله في نعمه وزيد المزيد يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الارواح وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الاجساد وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم بلغ روح
صالحا سيدنا محمد منا تحية وسلامة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اجعل أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ومن آمن منهم مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللنا وما سبحنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما قرأنا من مناقب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة، مبتغين لمرضاتك، متقين من سخطك، مؤمنين بك، محتسبين لثوابك، خالصين مخلصين لوجهك الكريم بعد القبول، عندك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرتي روح سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهره وأنصاره وأشياره ومحبه ومحباته وأمته وإلينا معهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء المرسلين وآل كل وأصحاب كل وإلى ثم إلى أرواح جميع الأنبياء المرسلين وآل كل وأصحاب كل وإلى جميع الرقباء والنقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والأقطاب والغوث، ثم إلى أرواح أولياء المتصرفين خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأهل بيته وأزواجه وأصهاره وأسباعه ومريده ومريداته ومحبه ومحباته، وإلينا معهم أجمعين، ثم إلى سائر الأولياء التسعة الذي بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا وسائر الأولياء في العرب والعجم خصوصا صاحب هذا القبور رسوله وفروعه ومشيخ أهل بيته والأئمة المجتهدين ومحلة القرآن العظيم والقراء المخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين وسادتنا الصوفية المحققين وجميع أهل الطرق المعتبرة والفقهاء والمؤلفين وبالعلوم الشريعة أينما كانوا والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله وجميع مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصانا وأوصاهم بالخير وجميع آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفرعنا وأزواجنا وأصهرنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وأرحمنا وحواشينا وأسباعنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا وعليهم وعليهن، ثم إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصهم وعامهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قف إلى قف لدن آدم إلى يوم القيامة. إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم ويمدنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم بخير ولطف وعافية وأمن وسعادة ومعونة وبركة، وإن الله يرزقنا ببركتهم رزق الأشباح والأرواح من غير مشقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبعة، وإن الله ينظمنا ويحفظنا بجاههم عند الله في الدين والدنيا والآخرة، وإن الله يشفينا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا، الألواح 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 الأجل 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 الساعة 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 شفاء لا يغادر بعده سقما، وإن الله يبلغنا زيارة الحرمين مكة المحرمة والمدينة المنورة، وأن الله يبلغنا زيارة الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإن الله يبلغنا زيارة الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضتين النسكين، وإن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأتباعنا وتلاميذنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على طاعتك وعن المعاصي والمخالفات، وإن الله يكثر لنا توابع الحق والهدى، وإن الله يلطف بنا وبهم فيما جرس به المقادر، وإن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة، ويهون علينا وعليهم شقرات الموت، ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا الغوث صاحب هذه المناقب رضي الله عنه. شيء لله لنا ولهم ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد
الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وإلى جميع الأولياء والشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وأسبعين كل وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تنسل بينهما إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم إلى خصوصا لروح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا خصوصا شيخنا شيخ الجواري عمر بن محمد إسحاق عمر صاحب إجازة هذا المناقب ونشره. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات خصوصا جميع حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة أو صاحب الحاجات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد 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 ص